اختتمت فعاليات تدريب معلمي ومديري المدارس بورشة للبروفيسور سوجيتا الذي يعتبر الأب الروحي لنظام التعليم الياباني توكاتسو. شهدت الورشة مناقشة الأنشطة المختلفة وكيفية الاستفادة منها في تحقيق الأهداف المرجوة. بعد 3 أيام من انطلاق تدريب معلمي ومدير المدارس اليابانية، اختتمت الفعاليات بورشة للبروفيسور سوجيتا الذي يعتبر الأب الروحي لنظام التعليم الياباني التوكاتسو، حيث شهدت الورشة مناقشة الأنشطة المختلفة وكيفية الاستفادة منها في تحقيق الأهداف المرجوة. أنا يعني قلت يعني كنت عايز أوجهها للمصريين وأن هم بالفعل ينفذوها هو تغيير وطنهم وتشكيل مستقبل الوطن بشكل يعني يخلي مصر تتقدم بشكل كبير. الشكل اللي احنا عايزين نعمله ونربيه في مدارسنا وفي الشعب المصري أو الطفل المصري، أول حاجة احترام طبعا الآخر، ثانيا تقبل الاختلافات المختلفة. ما ندهمش معلومات، بنديهم أدوات وآليات ووسائل علشان يقدروا يخلقوا بيئة تعليمية صحيحة، بيئة تعليمية محفزة الطالب فيها يقدر المعلم من خلال البيئة دي انه يخلق سلوك مطلوب عند الطالب او يخلق مهارة مطلوبة عند الطالب. كنا حريصين في خلال 3 أيام ان احنا نطبق سيميوليشن للأنشطة اللي هم اتدربوا عليها في التدريبين السابقين في شهر يوليو وشهر اغسطس. كانت اليوم بيتقسم ان هو جزء نظري بيراجع على الحاجات اللي هو اخدها قبل كده، وبعد كده بيتقسموا الورش. الجولة الثالثة دي كانت مهمة جدا عشان حاجتين اتنين، اولا عايزين نعمل توحيد للمفاهيم بين الثلاث محافظات وبين كل القاعات، تاني حاجة احنا كنا عايزين نقدم ورش عمل وتطبيق عملي وتعارف وتبادل خبرات بين جميع المعلمين الموجودين في المحافظات المختلفة. إشادة من المعلمين ومدير المدارس على مدار أيام التدريب والذي يسعى لتطوير التعليم وبناء الإنسان من خلال نظام تعليمي يهدف إلى تنمية مهارات الأطفال الذاتية والمستقلة. التوكاتسو هنا علمنا حاجات كتيرة، إيه هي؟ إزاي نتعامل مع التلميذ في الفصل، وإزاي ننشئ جيل يعني حسن الأخلاق. خلاص التوكاتسو اللي هو تطوير اسلوب حياه افضل. احنا اتعلمنا بقى ان احنا هي عباره عن ممارسات بيكتسبها التلميذ من المدرسه وبعد كده يطبقها في البيت وبعد كده للمجتمع، فبالتالي ده هيطور اسلوب الايه الحياه للافضل. اتعلمنا ان التعليم دلوقتي مش زي الاول ان هو تلقين بس، ان انت بتقعد تدي للطالب معلومات وبس، لا ده بقى قايم على حاجه اسمها متعه التعلم، يعني التلميذ بيستمتع وهو بيتعلم الحاجه دي، فبالتالي ما بينساهاش. مش كده وبس، ده بيطبقها كمان في حاجات تانية، يعني بدل ما كان بيحفظ جدول الضرب 2 في 2 ب 4 لا ده هيطبقها في حياته العملية بشكل مختلف. يأتي تنفيذ المشروع بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجايكا اليابانية، ويشمل 100 مدرسة على مستوى الجمهورية بقرى حياة كريمة، وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع تطبيق النظام في 30 مدرسة بمحافظة البحيرة والمنوفية والدقهلية. محمد الخطيب، التلفزيون المصري.